طيب نبدأ مع حضراتكم بأخبار بعثة المنتخب طبعا اللي رجعت وأخبار النادي الأهلي واستعداداته لمباراة فاركو، لكن خلينا نشوف إجمالا أخبارنا النهارده في الأهلي نيوز روم. نبدأ مع حضراتكم بعودة بعثة منتخب مصر الوطني اللي عادت للقاهرة يمكن منذ عدة ساعات بعد ما انتهت المواجهة بينها وبين غينيا بيساو، مباراة طبعا اللي أقيمت في إطار الجولة الرابعة من تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. والحقيقة خليني أقف مع ده قبل ما أقف مع تصريحات كابتن حسام حسن عن ردود الأفعال. كابتن حسام يمكن إلى حد ما مازال طبعا في بداية المشوار مع المنتخب الوطني، عارف إنه كم الضغوط كبيرة جدا، عارف إنه ممكن إلى حد كبير يكون حاسس إنه فيه حالة تربص، لكن أنا عايز أتكلم الأول على مع كامل التقدير والاحترام طبعا الدول الأفريقية، لكن أنا بتكلم هنا عن دور الاتحاد الأفريقي. طبعا دي لقطات من استقبال دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبعثة المنتخب النهاردة. في اهتمام كبير جدا من المنتخب، الناس يعني أنا عارف طبعا أنه كتير من اللعيبة خصوصا في الأندية الجماهيرية بتلعب بروح وبتقاتل عشان تفرح جماهيرها، لكن أنت مش بتفرح جماهيرك بس، مش بتفرح ناديك بس، أنت بتفرح كل الشعب المصري. يعني أتمنى أنه نفس الغيرة والروح اللي تبقى موجوده مع الانديه. انا في ناس بتقول لي كتير قالت لي الكلمه دي، الاهلي لو بيلعب يعني هنشوف مستوى تاني. بتضايق على فكره، ما بفرحش بده، يعني ما بفرحش بانه الكلام ده بيتقال من المصريين، لكن 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 ده بيعكس قد ايه انه الناس شايفه انه المنتخب غايبه عنه حاله الروح، الحميه، الغيره. انت لابس تيشرت منتخب مصر، مفيش اعظم من كده. خليني اقف بس مع الاتحاد الافريقي سريعا جدا. احنا بنتكلم على تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم، يعني 9 فرق ونص اللي هيتاهلوا او ال 10 فرق اللي هيحظوا فرصه المشاركه في كاس العالم من افريقيا، دول رايحين يلعبوا على اعلى مستوى، اعلى مستوى كره على مستوى الكوكب كله. ازاي ما يبقاش فيه وانا عارف انه الاتحاد الافريقي محدد قواعد معينه او حاجات معينه مرتبطه بالمعايير الخاصه بالملاعب اللي هتستضيف المباريات، وفي بعض المنتخبات هتلعب بره الدوله، بره ارضها، عشان ما عندهاش ملاعب مطابقه للمواصفات. هو هل الاتحاد الافريقي مش قادر يدعم الدول الافريقيه؟ ومش كلها بالمناسبه، في دول كتير جدا عندها بنيه تحتيه على اعلى مستوى، وفي دول كتيره جدا عندها تقنيه الفار مش محتاجه اي دعم او اي مسانده. لكن في تصفيات زي افريقيا، تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم، هل ممكن نشوف ملاعب بالشكل ده؟ هل ممكن نشوف غياب لتقنيه الفار؟ امال ايه فكره الموارد وتعظيم الموارد والبطولات المستحدثه والرعايه وحقوق البث التلفزيوني اللي يطور البنيه التحتيه في افريقيا؟ هو ده احنا ليه ما بنشوفوش على ارض الواقع؟ ليه ما بنشوفش ملعب في كل دوله افريقيه بدعم من الاتحاد الافريقي المباشر في تقنيه الفار، في اضاءه على احسن مستوى، في ارضيه ملعب تسمح بممارسه كره القدم بشكل طبيعي زي اي مكان في العالم؟ فين دور الاتحاد الافريقي هنا وغيابه المؤثر؟ وزي ما اتكلم كابتن حسام امبارح، انا ما بحبش شماعات التحكيم طبعا، تعرضنا لظلم تحكيمي، لينا ضربه جزاء زي ما قال كابتن حسام، ضيعنا فرص كتير، بس دي حاجه اتعود عليها دايما وانت بتلعب في افريقيا، خدها جزء من اللعبه، هي افريقيا كده، ويبدو انه ما فيش مجال للتغيير او التطوير. عندك 6 ماتشات جايين هتلعب مع ان شاء الله باذن الله، ال6 مباريات المتبقيه لمشوار مصر في كاس العالم هتكون السنه الجايه ان شاء الله، علينا وعليكم خير، ربنا يدينا ويديكم طولة العمر. هنقابل اثيوبيا ان شاء الله في 5 الجولات يوم 19 مارس، ثم السبت 22 مارس بعدها برضو بثلاث ايام اثيوبيا هنلعب بره، بس مش عارفين هنلعب في ملعب اثيوبيا ما عندهاش ملعب مطابق، من هنا لمارس هيكونوا ظبطوا الدنيا ولا هنروح نلعب بره ما حدش عارف. السبت بعدها بثلاث ايام او باربع ايام هتروح تلعب او مصر هتلعب مع سيراليون هنا في القاهره، ثم نروح بعد كده ل 3/5 هنلعب مع مصر، هتلعب مع اثيوبيا تاني هنا في القاهره، ثم الجمعه 9 هنلعب مع بوركينا فاسو في ارض بوركينا فاسو، وبعد كده هنروح لشهر 10 ان شاء الله الجولتين الاخيرتين المتبقيتين في التصفيات، جيبوتي في مواجهه مصر في الخارج، ثم مصر في مواجهه غينيا بيساو هنا اخر جوله في التصفيات على ملعبنا ان شاء الله 11/10/2025. طبعا